するのは嫌だ。オートラ翼に負けるのはもうたくさんだ。どんな手を使ってでも潰してやる。狙った的は外さない。俺の行く手の邪魔はさせん。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في محطة وايز. كيف حالكم أعزائي الكرام؟ إن شاء الله أنكم بأتم الصحة والعافية. وأهلا يا المدريديين، يا المدريديين، جبنا لكم مو بس لعبة جدد، حتى الليجندري أعطوهم بعد هدنات. فخلونا على طول نشوف اللعبة الجدد اللي هم فاغو، طبعا أوكي فيغو بس مسمينه فاغو. عندنا رايل اللي هو راؤول، وعندنا إيفانجيل اللي بصراحة مدري إذا له يعني اسم حقيقي، بس اللي يعرف له اسم حقيقي يعلمنا على طول. طيب اللعبة هذول هي لعبة ليسوا حصريين، لعبة جاتشا عادية، فتقدر تجيبهم حتى من أي بانرات بعد هذا البانر الخاص فيهم. يلعبون دفاع وهجوم، وواحد منهم يلعب وسط اللي هو فاغو. فخلنا نشوف اللعبة الجدد وكيف هم معنا، كيف طاقاتهم وكيف مستواهم في هذه اللعبة. أول واحد اللي هو رايل، رايال يعطون هجوم، هو مهاجم أخضر من ريال مدريد، عنده دبل 7230 معقول، الشوت عنده مرتفع 9318، ستيلر 428 في الباس، تاكل بلوك انتسبت كلهم عاديين إلى ضعيف، حتى بعد فيزيكال سبيد حقتها تعتبر حلوة، تكنيك عادي، والباور 8609، عنده جيد بالكرات العالية. يعني عنده شوت أرضية، قبل شوت أرضية عنده التيم سكيل حقتها اللي هو إذا عندك أخضر خمسة أو أخضر كلب داخلها بيعطي 20%، عنده إنسايت ماستر باسيف 32% بالاختيار الصحيح، عنده سباكنج شوت 465، أسف أنها ضعيفة شوت حقتها، عنده دربل 435 تعتبر بعد ضعيفة، هيلتون دربل وست انتسبسن وبين بوينت باس أي. الهدايات حقتها يقول لك إذا عندك ثلاثة أو أخضر أحمر داخل الملعب، معلش ثلاث او اكثر احمر داخل الملعب يعطي جميع 2.5%، وعنده هوت لاين نتريزا اذا جت لاي مناوله من نتريزا تعطيه 10% زياده ضد الوعره وضد المطر، وزياده عليها كلها يحميك من حرق من تكفيل حركتين. اللاعب هذا سيء لابعد حدود سيء، يعني مهاجم لا عنده شوتات زي الناس، طاقاته ترى ما هي بذاك العاليه لو تقارنها مع المومنتم اللي عنده. تقريبا شوتة توصل 85 إلى 700,000 أتوقع، حول لا لا الحراس كلهم 110 ونطالع، ولا مش 100,000 ونطالع، بس 87 ما راح تسوي شيء أبدا، ومعطينا جود الكرات العالية بس ما عنده بالحركات هنا كرات عالية. ما أدري إذا الشوب عنده ما عنده، بس حتى لو الشوب عنده برضو الكرة العالية ما راح تكون بالقوة اللي أنتوا مفكرين فيها. ف لاعب عامة شوفنا سيء ما من أي فائدة، ممكن بس تأخذ عشان تأخذ التيم سكيل ممكن إذا هي بتفيدك حاليا، أما إذا اللاعب هذا بتركز عليه وتبي تشوف إنه بيفيدك فريق ولا لا، أوكي بوندا سهل إنه يتفعل، بس في الأخير بيكون عندك لاعب صنم بس يعطي بوندات وانتهينا. وثاني شيء الأحمر داخل الملعب مو المتى حاليا متى خضر أو زرقة، يعني نادر ما تشوف فريق فيه ثلاثة أو أكثر أحمر، نادر جدا. فلاعب عادي جدا بالنسبه لتكسر حدود دربل شوت سبيد باور، ما اشوفها غير عن كذا. غيرها يعني مع اني شوف كنت متحمس لهذا اللاعب، ما كنت متحمس لك ابد، بيجي رايل ويعني بيكون شيء ممتاز، بس للاسف ما كان قد التطلعات حقتنا. اللاعب الاخر اللي هو اللاعب اللي يجيب بالمدفوع او حتى بالسحبات العاديه اللي هو الوسط لويس فاغو، طبعا هو فيغو في الاصل، عنده دربل 7968 شوت 7585، الباس عنده عالي 4475، تاكل انترسبت وبلوك كلهم عاديين، فيزيكال عنده 5568 في السرعه، الباور 6173 والتكنيك 7055. طبعا التكنيك حقه حلو. طيب طبعا اللاعب هذا عنده تيم سكيل نفس اللي قبل شوي رايل، ولكن الاخضر الازرق الكلب داخل الملعب، عنده 30% زياده طاقات، هذه مثل الباسيف حقت ريفاول، يبدا مباراه و30% تنحط على كل الطاقات هذه اللي تبقى طبعا عالي، ولكن
البوينت عنده عندك ثلاثة وأكثر أجلتي داخل الملعب اللي هو طبعاً الأزرق يعطي جميع 2% وينقص لعيبة كاتالونيا 7%، يعني ينقص سباس 7% وينقص ريفوس 7% وغيرها من أي لعيبة كاتالونيا راح تحطهم داخل الملعب. ونفس الشيء عنده ضد الوعرة وضد المطر وتكفير يحميك من ثنتين. عنده بالنسبة لحركاته 64 فاق وفينت تعتبر يعني الدرب القوية 64، عنده باس 440 يعتبر معقولة، شوت 350 وماجنيف بس انتسات 295. الحين فاغو قوي هجوميا تمام، يعني 30% على هذا تبقى مرة قوي هجوميا، ولكن دفاعيا ما عنده شيء، يعني بوند فقط 2% حتى مو 2.5. طيب نقص كاترونيا ما يحتاج نقص كاترونيا، ودي نقص كل لعيبة. فاللعب هذا عبارة عن دريبل مناولة بس، ما راح يسوي أكثر من كذا، يعني طبعًا شوت إنسى، دفاعيًا بعد إنسى جدًا، حركات دفاعية كلها A، عند A واحدة بعد اللي هي انترسبت، فدفاعيًا بيكون ثغرة جدًا قوية، ولكن هجوميًا راح يكون مقبول، ما نقول إنه واو هو اللي يعني بيغير لك الملعب كله، أقول معقول، ليت إن هدياتها كانت أفضل من كذا على الأقل، أوتو انترسبت يعني على الأقل، بس بتكون يعني الباس حقه مره عالي مع 30%، بس خذ بالك ان الشوط الثاني بتكون طاقته دائما نازله، واذا نزلت طاقته نزل الباسف حقه بعد بشكل مره كبير، ففكر كذا مره قبل تحط فريقك. يعني اللي بيلعب اجنبي او نوادي اخ ازرق داخل ملعب يفضل يكون جرانديوس الازرق، لهذاك على الاقل عنده اوت انترسبت 100% يعطي جميع انترسبت 10% و2% بعد الجميع غيرها بعد من هدنات، ويقفل حركات بعد. فجرانديوس افضل من لويس فاغو بالنسبه لي انا، ومو افضل كطاقات بس كفائده داخل ملعب يكون افضل. ايفانجيل اللي هو ممكن افضلهم، افضل ثلاثه، يلعب احمر نوادي طبعا، عنده دربل 5 دربل شوت باس كل معديين، التاكل عنده عالي وانترسبت عالي 8254، والبلوك عنده يعتبر عالي بعض الشيء 7918، سبيد عنده عالي 8848، مره عالي سبيد حقه 5560 باور 5730 في التكنيك. بالنسبه الان لي قبل نكمل اعطيكم كسره فاغو على السريع. طيب ممكن نسينا كسره فاغو، فاغو بما انه هو يصلح كور وفي ملعب فكره انه فقط يصلح كور، دربل باس سبيد تكنيك، دفاعيا مره ما انصحكم فيه، خلوه فقط هجوميا ويعني دربل وناول ترى تقريبا جرانديوس ثاني هو يعني. طيب ايفانجيل الان ناتي لحركاته وهدنات حقته. بالنسبه للحركات التيمسكيل هي نفس التيمسكيل حقتهم، ولكن الاحمر كلب داخل الملعب ضد الوسط 20%، وهذا انا عندي فيها شويه مشكله. 20% ضد الوسط هو مدافع، مدافعين نادر، مو بنادر يعني، والله صح نادر يعني في مباريات راح يقابل الوسط بشكل مره كبير، فيعني ضد مهاجمين ممكن انهم يعني حبه 1 2 ولا حبه شوته من خلاله وتمر زي السلام عليكم، بس ضد الوسط يطلع مره قوي، فيعني حرفيا ضد سباسة، يعني ضد سباسة لعبة الوسط اللي يبون يشوتون ويجيبون اقوال، هذا ممكن الحل انه يوقفهم ويكون قوي عليهم. عنده تاكل تعتبر مره قويه 475، عنده انترسبت حلوه 445، عنده باس وعنده سايدنج بلوك اي. طبعا بالنسبه للهدات حقته، اذا عندك ثلاثه او اكثر احمر داخل ملعب يعطي جميع 2%، احمر نوادي طيب داخل ملعب يعطي جميع 2%، واذا عندك خمسه ولا اكثر احمر غير ياباني داخل الملعب يعطي 10% اوتو انترسبت للجميع، يعني هو ينفع الأفريقا الغير يابانيه الحمر، يعني خمسه غير يابانيين احمر، ثلاثه منهم يكون نوادي والباقي عاد تخير انت بما يكون عندك من اللعيبه. ضد الوعره ضد المطر و20% استمنا كيلر، هذا طبعا شيء مره ممتاز، فافضل ان افضل هذا اللاعب عن اللعيب الاخرين اللي نزلوا. بس المشكله حقه خمسه احمر غير ياباني صعبة حاليا، غير ياباني احمر مو ذاك الزود، يعني ممكن تريزا سنتانا وهذا ومايكل الرابع والخامس يمكن بيير، ويمكن شفت لك واحد مناسب، بس يعني لا الميتا الاحمر غير ياباني مش حاليا الميتا القويه، بس ممكن تخلي اللعب هذا عندك الى ما يصير الاحمر غير ياباني جدا قوي
وهذا دخلهم يطلع مرة شيء جبار. فلعب عجبني، طيب مو مرة مرة سيء، عجبني، ولكن في المتى الحالية ما أشوف أنه ينفع ذاك الزود. طبعاً بتكلم بعد عن هدات جديدة حقت كارلوس غوتي وموريانتس. روبرتو كارلوس طبعاً أنا شارحهم من زمان اللعيبة هذولي، ففقط راح نتكلم عن الهدات حقتهم. عطوا هدنات لي روبرتو كارلوس، شو اسمه، عطوا بوند عندك ثلاثة أو أكثر غير ياباني داخل الملعب يعطي جميع 2%، وإذا عندك ثلاثة أو أكثر غير أحمر نوادي داخل الملعب يعطي جميع 1%، يعني يعطيك 3% مجملا إذا عندك ثلاثة غير ياباني أحمر وكلهم نوادي، يعني ينفع مع إيفانجيل شفناه قبل شوي ومع ناتريزا، ويقفل الحركات، يقفل واحدة حركة شوتا يقفلها من ضدك قدامك ويسوي دربل راح ينقل 7.5% أكثر، سبع مرات ونص أكثر في دربل. أخي ما عجبني أبدا مدافع شوت هذه انساها، حتى لو كان دربل حقه عالي، حتى لو كان يعني الدربل حقه الانهانس حقه عالية برضو أكثر وسط اللي راح يقابلهم بتحاول دربل ما راح تدربل منه الأغلبية، فصعب إنه ينفع اللعب هذا. بس خذ بالك إنه 15% مع ناتوريزا فيطلع طاقاته مرة عالية في الشوت ترى والدربل، ولكن مدافع شوت مو كويسة من الأخير، بالأخير مو كويسة، بس الكويس إنه على الأقل هدن حقه سهل إنك تفعله مع الآخرين، يعني أو في فريق يعني تحطك يعني أربعة خطة أربعة دفاع، طبعًا روبرتو كارلوس لازم خطة أربعة دفاع لازم 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 عشان يكون في الجناحين ويمدي والدام الجناحات يكونوا متقدمين بعض الشيء، فلازم جناح علشان يلعب بشكل ممتاز. موريانتس أي موريانتس ضيعوك والله، ضيعوك يا موريانتس. طيب البوند حقه إذا عندك ثلاثة أخضر غير ياباني داخل الملعب يعطي جميع 2.5%، مع أنه هو أزرق، يعني عنده إنسايت ماستر 10%، عنده اختيار صحيح، وعنده 10% للمومنتم حق الشوتات العالية، وغيرها بعد عنده 20% اللي هي بنتي أريا ماستر. طيب هذا اللاعب قصته، طيب بالشوتة العالية تمام والمنخفضة تقريبا، طبعا عنده هو جيد بالمنخفضة والعالية برضو الشوت حقتها تتراوح من بين 85,000 وحتى 89,000، وهذه أرقام حاليا ما هي مرة كويسة، فصراحة خاب ظني خاصة بموريانتس، توقعت أن يكون على الأقل الشوت حقتها بتوازي أو على الأقل بشوي ممكن من مارغس ومن شو اسمه ومن هاس، ولكن جدا جدا اقل من ذا الثاني، يعني حتى شو اسمه السعودي فولكان افضل منه، اذا بتقارن على شتات عاليه فولكان افضل منه، فولكان ضد اليابانيين يحرق سمنه وضد الكاش وضد مدروشو، فاقوى من ذا بكثير اذا كنت بتشوط ضد مع مباشر اللي هو اقوى حارس حاليا موجود وراح يكون اقوى حارس لفتره مره طويله. فموريانتس ضيعوك بصراحه، عبارة عن ارفع له بس وخلاص وشوت. غوتي شبه ضيعه، طيب خلينا نجي غوتي الان هدن حقه وش اعطاك؟ اعطاك هدن حقه يقول لك اذا عندك خمس او اكثر كلب داخل الملعب يعطي جميع 2.5%، هذا الحين سهل تفعل ويقفل حركات من حركات ضدك 70% وعنده ريكفر 50%، طاقاته الان حلوه 9000 8000 بيدربل الباس، هذا تقريبا زي لويس فاغو اللي هو يدربل ويسوي باس فقط لا اكثر ولا اقل، فطاقاته بس حقته حلوه ودربل حقته تعتبر جدا عاليه، فيمكن هذا هو افضل هدن زد بين ثلاثه حتى الان. بس حلو 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 طيب، بس دفاعيا دك يا مدير، دفاعيا جدا جدا دك يا مدير، يعني هذا حطه في الهجوم خطه 3-1-3-3 خله على الجنب يدربل ويناول وراح يوفيك ان شاء الله بقوته هذه. هذا اللي هم اللي عندنا بس فقط لهذا اليوم، ان شاء الله يعني يكون وضحت القوات حقت اللاعبين ذول كلهم الجدد والهدنات حقت كارلوس موريانتس وغوتي وممكن وين ينفعون في اي افريقيا او حتى بعد الفائده كبيره منهم. للاسف عامه ما شفنا البنرات هذه توفقت، قوه رايل ايفانجيل لويس فاغو كلها عاديه جدا، هدنات روبرتو كارلوس وموريانتس اكثر من عاديه، غوتي هو اللي ممكن هاي يسوي شيء دائما يقفل حركات وعنده ريكفر
وطاقاته مره عاليه في الهجوم، في الهجوميه في 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 المراوغه في المناوله، وحتى مهمته حقه بعد عالي، ولكن غير عن كذا ما راح يفيد مره كثير. فشباب يعطيكم العافيه، ان شاء الله اني ما تعبتكم معي في الشرح، ونراكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من محطه تويس.